السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مع التمرين رقم 20، دائما كتاب مفيد للرياضيات. سنة أولى بكالوريا علوم رياضية. En utilisant un raisonnement par disjonction des cas, montrez que la première question, quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de x au carré plus 1 plus x est supérieure strictement à 0. Et la deuxième question et la troisième, etc. Donc, nous avons dit que ce terme est دائما موجب. إذا نبدأ على بركة الله مع الأول. السؤال الأول، quel que soit x appartenant à R، la racine de x au carré plus 1 plus x super strictement 0. إذا هذا التمرين هذا شكل الفقرة ديال raisonnement par disjonction des cas، يعني البرهان بفصل الحالات. كيفاش غادي نديرو، شنو هما الحالات اللي غادي نقومو بالفصل ديالهم؟ هنا غادي نشوفو اكس اش من مجموعة تنتمي، تنتمي لاخ، يعني في الغالب غنحاولو نركزو مع القيم اللي كاين عدم فيها اكس واللي هي خارج الجذر. في حالة إذا توفر مثلا جذر، هادو معايا هنا اكس كاينة بلوس اكس هنا على برا، ها هي خارج الجذر زائد اكس، نقدرو نتحكمو في هاد اكس ونقدرو نقولو مثلا إذا كان موجب وإلا كان سالب. إذا هادي هي لي كا لي غنناقشو. إذا نقولو سي اكس بوزيتيف، إذا كان إكس موجب أوتوماتيكمون إكس أو كاري بلوس أ راه موجب قطعا. دونك هنا غادي نناقش الحالة ديال إكس أكبر أو يساوي صفر، معليش إكس أو كاري غيكون أكبر أو يساوي صفر، أو غيكون إكس أو كاري زائد واحد أكبر قطعا من صفر، لأن زدنا واحد غتكون هنا زائد واحد، غيكون عندي هنا أكبر أو يساوي واحد، يعني ضفت واحد إلى الطرفين. هنا زدت واحد، إذا معنى أن إكس أس إثنان زائد واحد أكبر قطعا من صفر، وهذا يستلزم على أن الجذر ديال إكس مربع زائد واحد أكبر قطعا من جذر صفر اللي هو صفر. إذا لاحظوا معايا هنا إكس موجب وجذر إكس مربع زائد واحد موجب قطعا، إذا يستلزم أن جذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس أكبر قطعا من صفر. ملي كنجمعو متفاوتة فيها أو يساوي صفر وأخرى أصغر من صفر، هنا في هذه الحالة عفوا متفاوتة يعني أو سونس لارج وحدة أو سونس ستريكت، فالنتيجة كتكون في لاسوم أون إينيغاليتي أو سونس ستريكت. يعني حنا دابا ناقشنا الحالة الأولى، نشوفو الحالة الثانية إذا كان إكس نيجاتيف، إذا كان إكس سالب سي. دونك غادي هنا نركز على الحالة إكس موجب، دابا غنشوفو إكس نيجاتيف سي إكس إنفيغيور أزيرو. إذا كان إكس نيجاتيف يعني سالب، هنا غيكون عندنا مشكل، لأن غيولي عندي تعبير موجب وهنا تعبير سالب، متفقين؟ إذن كيفاش يمكن ليا هنا نحسم في الإشارة ديال هذا الفرق؟ إذن خصنا نبينو بأن إكس مربع جذر إكس مربع زائد واحد فهو أكبر من إكس وخا يكون إكس سالب. إذا غنحاولو نبداو هنايا بإكس مربع بواحد، هنا لاحظو معايا إكس مربع تحت الجذر مزيود على واحد، إذا نقدرو ننطلقو من أن واحد كبر قطعا من صفر، متفقين؟ إذا هذه معروفة، معلومة صحيحة. إذا هذا يستلزم نقدرو نضيفو إكس مربع للطرفين، إذا إكس مربع زائد واحد أكبر من إكس مربع، وندخلو الآن بجذر مربع أكبر جذر إكس مربع. عندي الحق لأنه دخلنا بالجذر، مكاينش مشكل. إذا كانت كبر من بي و أ و بي موجبين، إذا فإن جذر أ أكبر من جذر بي بحكم أن دالة الجذر فهي دالة الزايدية. على أي حال، هنا ملي غنبغيو نحيدو القيم المطلقة، نحيدو الجذر مع الأس، كنديرو القيم المطلقة. إنما كنعرفو بأن إكس سالب، إذا القيمة المطلقة ديال إكس غتكون هي ناقص إكس، عارفين حنا هاد القضية، القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي إكس إلا كان إكس موجب، وكتساوي ناقص إكس إلا كان إكس سالب. إذا هنا غيكون عندي الجذر ديال إكس مربع زائد واحد أكبر قطعا من ناقص إكس، صح؟
صافي. إذا غادي نغير، غير نجيب غير ناقص إكس للطرف الأول، تولي عندي إكس مربع زائد واحد زائد إكس أكبر قطعا من صفر. إذا حنا دابا لقينا في كل جميع الأحوال كيف ما كان إكس من آخر، فإن جذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس أكبر قطعا من صفر. هناك طريقة أخرى بالنسبة للحالة الثانية إذا كان إكس نيجاتيف، هو أننا نضربه في المرافق، نضربه في المرافق باش هكا غيولي عندي. المهم يمكن لكم انتم تشوفوا هذه الحاله بوحدكم وتلاحظوا انكم توصلوا بوحدكم النتيجه. ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول سنبين انه مهما يكون اكس ينتمي الى اخ، كلكو سوا اكس من اخ. اذا غنمشي نبين في السؤال الثاني كلكو سوا اكس ينتمي الى اخ، جذر 2x مربع ناقص 3x زائد 3 ناقص x زائد 1 أكبر قطعا من صفر. طيب بالنسبة لي هنا هذا التعبير اللي تحت الجذر خصني نتأكد بأنه راه ديما موجب. إذا كيفاش غنتأكد؟ أنا خصني نحسب أول حاجة، بعدا هذه راه ديفيني يعني على اخ، يعني معرفة على اخ. فعلا إذا درنا دلتا هنا، دلتا غنلقاوها هي 9 ناقص 4 في 2 في 3، يعني هذا عدد سالب. إذا بما أن عدد سالب إذا الإشارة ديال هذه الحدودية من الدرجة الثانية إشارة 2، وجوج موجب. إذا التعبير راه ديما موجب. إذا هذه ملاحظة مهمة خصكم تردوا لها البال، ما تأثرش علينا في لا غيداكسيون، غير بغيت تردوا البال معاها ملي تكونوا غتخدموا التمرين. مادام انهم قالوا لنا كلكو سوا اكس ينتمي الى اير، بمعنى غيكون هذا التعبير هذا اللي بالجذر راه ديما موجب. غيبقى عندي الاشكال هنا في ناقص اكس زائد واحد. اذا الحاله اللي غادي اللي واضحه هي انه غناخذ هذا ناقص اكس زائد واحد موجب، سي ناقص اكس زائد واحد اكبر او يساوي صفر، بمعنى اكس صغر من واحد. اذا هذه الحاله الاولى، اكس صغر من واحد. إذا كان إكس صغر من واحد، إذا غنقولو أون غاسين ديال جوج إكس مربع ناقص تلاتة إكس زائد تلاتة ناقص إكس زائد واحد أكبر قطعا من صفر. يعني متفقين كاينش مشكل، لأن هاد التعبير هذا دائما موجب، وموجب زائد موجب فهو موجب قطعا. متفقين؟ إذا هذا يقدر ينعدم في واحد، ولكن حنا عندنا هذا التعبير هذا اللي هو فيه الجذر لا ينعدم في واحد بل كيساوي جذر جوج، يعني غيكون اكبر قطعا من صفر. مزيان الو دونك غادي نشوفوا الان الحاله الاخرى، الحاله الثانيه سي ناقص اكس، يعني اكس اكبر قطعا من واحد. هنا غادي نحاولوا اننا نستغلوا الفكره اللي عطيتكم في السؤال السابق، انا ما درتهاش ما طبقتهاش ولكن الان غادي نديرها. علاش؟ ملي غادي نضرب في المرافق غيولي هنا عندي في المقام زائد اكس ناقص واحد، يعني غيكون عندي في المقام تعبيرين موجبين، يعني غيولي عندي جذر جوج اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 3 ناقص اكس زائد واحد كتساوي، ملي غنضرب في المرافق غيولي عندي في المقام جوج اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 3 زائد اكس ناقص واحد. اذا دابا انا متاكد بان اكس ناقص واحد موجب والجذر ديال هذا التعبير راه موجب. اش غيبقى عندي في البسط؟ غيبقى عندي جوج اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 3 ناقص مربع هذا التعبير. التعبير هو في الحقيقه ناقص اكس ناقص واحد، يعني غيولي عندي ناقص بين قوسين اكس ناقص واحد الكل مربع. إذا هذا هو يعني النتيجة بعد أن ضربنا في المرافق اللي هو جذر جوج إكس مربع ناقص تلاتة إكس زائد تلاتة زائد إكس ناقص واحد. إذا غتولي هي جذر الكل مربع ناقص إكس ناقص واحد الكل مربع. طبعا غادي نحاولو أننا نبسطو هاد التعبير، نجيو هنا لتحت ونبسطو تساوي، غنحيد الأس مع الجذر غتبقى جوج إكس مربع ناقص 3x
زائد 3 ناقص، هنا غنرفع اس اثنان، يعني غنطبق المتطابقه الهامه وفي نفس الوقت نقلب الاشارات، اكس مربع ناقص 2 اكس تولي زائد 2 اكس ناقص زائد 1 تولي ناقص 1 على جذر 2 اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 3 زائد اكس ناقص 1. غنبسطو التعبير اللي في البسط، أيولي عندي 2 اكس مربع ناقص اكس مربع هي اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 2 اكس هي ناقص اكس، 3 ناقص 1 هي 2 على جذر 2 اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 3 زائد اكس ناقص 1. اذا غيولي عندي اكس، لاحظوا معايا غيولي عندي اكس عامل، هنا غنعمل باكس وغتلاحظوا علاش، لان يعني غيبان عندي واحد التعبير اللي هو موجب، فوالا كاين اللي غيدير دلتا بالنسبه لدراسه اشارات البسط، نتفق معاك ممكن دير دلتا، لكن انا ما بحتاجهاش هنايا فعلا. طيب اذا لدينا اكس ناقص واحد اكبر قطعا من صفر، و اكس اكبر من واحد يعني راه اكس اكبر من صفر. إذن جذر جوج إكس مربع، يعني كيف ما كان إكس أكبر من واحد، جذر جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة ناقص إكس زائد واحد فهي أكبر قطعا من صفر. طيب إذا انتهينا من هذه الحالة الثانية وصافي، بالتالي غندير دابا الخلاصة كونكلوزيون. دونك كيف ما كان إكس عدد حقيقي، فإن جذر جوج إكس مربع ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة ناقص إكس زائد واحد أكبر قطعا من صفر. غنمشي دابا للسؤال الأخير. بالنسبة للسؤال ثلاثة، دراسة الحالات كطرح شوية إشكال، بما أن عندنا حدودية من الدرجة الرابعة فيصعب علينا يعني دراسة إشارات حدودية من الدرجة الرابعة، اللهم إلا قدرنا نعملو هاد التعبير على شكل جداء حدوديتين من الدرجة الثانية، وديك الساعة غنديرو دلتا ونشوف. هنا يصعب علينا نعملو، اللهم إلا كنا لقينا شي يعني شي كيف تنقولو جدر بديهية، اون غاسين ايفيدونت، ولكن كاين واحد الحالة هنا باينة واضحة. إلا كنا خدينا إكس نيجاتيف، دونك إلا مشينا خدينا إكس نيجاتيف يعني إكس سالب، نعتبروها هي الحالة رقم واحد وهي حالة واضحة، يعني يمكن لنا لاحظوا معايا بما أن عندي أس 3 فرضي، فإذا دخلت ناقص كيرجع التعبير موجب ويولي موجب، حيت هنا أس 4 زائد موجب زائد موجب فكيبقى موجب، كاينش مشكل. إذا غيولي عندي إكس أس 3 غيكون موجب، متفقين؟ نقدروا هنا يعني نرفعوا أس 3 في الأول وغيبقى إكس أس 3 سالب، ملي غندخل ناقص غيولي يرجع موجب. نتمنى تكون واضحة. فوالا دونك إذا A إكس أس 4 فهو سيرجع أيضا موجب، لأن رفعت أس 4 إكس سالب، ومن غير رفع أس 4 غيرجع موجب، و إثنان أكبر قطعة من صفر، إذا المجموع غيكون أكبر قطعة من صفر. إذا هذه الحالة رقم واحد. الحالة الثانية، الأغلبية غيقول لي أستاذ أناخذ إكس موجب، إذا الحالة اللي بقات هي إذا كان إكس موجب. مزيان، إذا كان إكس موجب هنا غيطرح لنا إشكال ديال إكس أس 3 مع إكس أس 4، شكون يكبر؟ كاين مشكل، لأن ملي غادي ندوز دابا أنا لإكس أس 4 وإكس أس 3، إذا كان إكس محصور بين ناقص واحد وواحد ماشي بالضرورة إكس أس 4 أكبر من إكس أس 3، إذا هنا كيخصني ناقش الحالة ديال إكس أصغر من واحد، متفقين؟ يعني ناقش الحالة ديال إكس أصغر من واحد، إذا سي إكس أكبر من صفر هو أصغر من واحد، يعني غنزيد، يعني غادي نحاول أنني ندير هاد الحالة هادي، سي إكس يعني أكبر من صفر وأصغر من واحد، نقدرو نخدمو بالتأطير هنا، نخدمو بالتأطير، يعني غنخدمو بالتأطير، نقولو إكس أس 4 محصور بين صفر واحد، و إكس أس 3
محصور بين صفر وواحد، يعني إكس أس 4 محصور بين صفر وواحد، وناقص إكس أس 3 محصور بين ناقص واحد وصفر. ثم غادي نزيد، لحظة معايا، هاد التعميل هذا مخدامش. 3 2 1. إذا بدات في الحالة الثانية، إذا كان إكس محصور بين صفر وواحد، نخدم هنا بهذا التعطير، يعني إكس أس 4 غتكون محصور بين صفر وواحد، وإكس أس 3 محصور بين صفر وواحد. إذا ضربنا هنا في ناقص واحد، غيولي ناقص إكس محصور بين ناقص واحد وصفر. غنجمعوا الطرفين، غتولي إكس أس 4 محصور بين ناقص واحد، بطبيعة الحال إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 ناقص إكس أس 3 محصور بين ناقص واحد وواحد. سنضيف إثنان إلى جميع الأطراف، غتولي ناقص واحد زائد إثنان أصغر من إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 زائد إثنان أصغر من واحد زائد إثنان، يعني غيولي إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 زائد جوج محصور بين 3 وواحد. إذا هذا يستلزم بأن إكس، هذا يستلزم بأن إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 زائد جوج غيكون أكبر قطعا من صفر. الحالة الأخيرة عندما يكون إكس أكبر من واحد، إذا كان إكس أكبر أو يساوي واحد، هذه الحالة الثالثة، إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 زائد جوج أصبح هي إكس أس 3 عامل لإكس ناقص واحد زائد جوج. وفي هذه الحالة إكس ناقص واحد فهو موجب، وإكس فهو موجب قطعا، إذا موجب في موجب زائد موجب فهو موجب قطعا. دونك أون إكس موان زان أكبر أو يساوي صفر، وإكس أس 3 أكبر أو يساوي واحد أكبر قطعا من صفر. دونك إكس أس 3 عامل لإكس ناقص واحد زائد جوج أكبر قطعا من صفر. راه فينالمون كيل كو سوا إكس أبارتونون إر، إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 زائد جوج أكبر قطعا من صفر. أتمنى يكون الفيديو واضح، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم بحول الله.